يعتبر أندري تشيكاتيلو من أبشع وأعنف سفاحي روسيا، مش عشان عدد الجرائم اللي ارتكبها بس، لكن عشان السادية اللي كان بيتعامل بيها مع ضحاياه سواء قبل قتلهم أو بعد موتهم. إيه اللي عمله أندري وصله إنه يكون من أشهر سفاحين التاريخ مش روسيا بس؟ قبل ما نحكي عمل إيه وارتكب جريمته إزاي، تعالوا نشوف طفولته. أندري اتولد لأسرة فقيرة تعيش في قرية صغيرة في ريف أوكرانيا. أول ما اتولد كان عنده استسقاء في الرأس، وده سبب له مشاكل صحية فيما بعد، وفترة ولادته تزامنت مع المجاعة الكبرى اللي اجتاحت أوكرانيا في الوقت ده، واللي أدت إن بعض الناس لجأت لأكل لحوم البشر لسد جوعها. وعي أندري على أمه وهي دايماً بتحكي عن أخوه الأكبر اللي اختفى وقت المجاعة، وكانت دايماً بتردد إن الجيران أكلوه. ومع مرض الدماغ اللي اتولد بيه والضغط النفسي اللي بيتعرض له من بشاعة قصة أكل أخوه، كان بيعاني من تبول لا إرادي لحد سن 12 سنة، وده كان بيتسبب له في الضرب من والديه بقسوة. قبل ما نكمل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو عشان يوصلك كل جديد. زادت مشاكل أندري النفسية باجتياح النازيين للاتحاد السوفيتي وانضمام والده للجيش ووجوده مع والدته لوحدهم. مش بس كده، ده النازيين اقتحموا القرية وتعرضت والدته للاغتصاب قدامه، والاغتصاب ده ما كانش له تأثير نفسي بس على أندري، لا ده نتج عنه حمل. وبعد شهور جت لأندري أخت غير شرعية نتيجة الاغتصاب. بعد 6 سنين من غياب الأب رجع، وبدل ما يكون مصدر الأمان لأندري كان سبب رفض أهل القرية للأسرة كلها باعتبار إن الأب خاين واستسلم للنازيين. أندري كان دايماً بيتعرض للعنف الجسدي والتنمر من كل اللي حواليه، فنشأ انطوائي وخجول خاصة مع البنات. وفي سن 17 جت واحدة من صديقات شقيقته تسأل عنها، وما كانتش والدته ولا أخته موجودين، فلعبت الأفكار براسه وحاول التحرش بالبنت. صرخاتها خلته يحاول اغتصابها بوحشية، لكنه ما قدرش، ومن هنا اكتشف ضعفه الجنسي. انتقل أندري مع أخته لمدينة روستوف، وكان وقتها خلص دراسة واشتغل مدرس، وتعرف على واحدة من صديقات أخته واتجوزها، ورغم ضعفه خلف طفلين، ولد وبنت. بدأت سلوكياته غير السوية تظهر في تحرشه بالأطفال، بدأت سيرته تسمع في المدرسة فاضطرد منها، ومن مدرسة لمدرسة تتكرر الحوادث وسمعته سائد، فانتقل مدينة تانية وساب التدريس خالص. سنة 78 كان استقر في مدينة شختاي. في يوم شاف طفلة 9 سنين رجعة من المدرسة، لعبت بيه الأفكار، فوقف يتكلم معاها بلطف وقدر يستدرجها للغابة. هناك حاول اغتصابها ولكنه فشل. فشلوا مع محاولات البنت للهرب، فجر غيظه فطعنها بسكين كان معاه. مع أول طعنة حس بنشوة، فكرر الطعنات، ومع كل طعنة كان بيحس بنشوة جنسية لأول مرة يحس بيها في حياته. بعد أيام تم العثور على جثة البنت، ومع التحريات عن آخر المشاهدات وصلوا لأندري، واللي لقوا حذاءه عليه بقع الدم، وفعلا اتقبض عليه وتم اتهامه نهائيا. لكن مراته شهدت إنه كان معاها وقت وقوع الجريمة، فخرج من القضية. عاش بعدها 3 سنين عادي جدا، وأسرته كانوا بيقولوا إنه أب جيد محب وحنون. سنة 81 بدأت رغبة أندريه السادية تتأجج من جديد. استدرج بنت 17 سنة للغابة، ولما حاول اغتصابها كانت بتصرخ بجنون، فملى بقها بأوراق الشجر عشان تسكت، واكتشف إنه نسي السكين، فبدأ يستخدم أسنانه ويقطم أجزاء من جسمها وهي حية، ولقى عصاية طويلة فتح بيها بطنها وخرج أحشائها، ورجع ياكل أجزاء من جسمها لحد ما ماتت من شدة التعذيب. في شهور قليلة بعد كده كان قتل 7 ضحايا، واللي دايما بيختارهم من محطات القطارات والبصات. ضحاياه كانت ما بين النساء والأطفال من الجنسين، كان بيختار ضحاياه إما من فتيات الليل أو الأطفال المشردين. كان نمط القتل عند أندري إنه بعد ما بيستدرك ضحيته للغابة ويقتلها كان بيمثل بالجثة، يفتح بطنها ويخرج أحشائها، يقتلع العيون، يقطع الأنف، يأكل أجزاء من أجسادهم
ومن هنا تصنفت جرائمه ضمن السادية والنيكروفيليا باغتصاب بعضهم بعد القتل. سنة 83 كان أندريه قتل 5 ضحايا كمان. كده الشرطة بدأت تتأكد إن في قاتل متسلسل ولو نمط في قتل ضحاياه. شرطة موسكو شكلت فريق بحث راح مدينة روستوف اللي فيها جرائم القتل، وبدأت حملة كبيرة من الاعتقالات لعدد كبير جدا لكل من يشتبه فيه من بعيد أو قريب. سنة 84 حصل 15 جريمة جديدة، وبالتالي الشرطة تأكدت إن الجاني الحقيقي مازال حر طليق، فأطلقت سراح كل المشتبه فيهم. من ضمن الضحايا كان طفل عنده 10 سنين، واللي عدد كبير من شهود العيان شافوه بصحبة القاتل قبل ما يموت، وده خلاهم يوصفوا للشرطة أوصاف دقيقة للسفاح، ومع ذلك محدش وصله. تم القبض على أندريه، ولكن مش بتهمة القتل، بتهمة سرقة من صاحب المحل اللي كان بيشتغل فيه، واتحكم عليه بسنة قضى منها 3 شهور وأطلق سراحه، ويدوب كام شهر ورجع أندريه لهويته اللي مش قادر يبطلها وهي القتل، لدرجة إنه قتل 6 وبنتها في مرة واحدة. الشرطة كانت بدأت تيأس في العثور على السفاح، فلجأوا لطبيب نفسي يساعدهم في التوصل للمجرم. بدأ الطبيب تحليل كل المعلومات اللي قدمتها له الشرطة، وبعد دراسة وتحليل مطول اداهم الطبيب خلاصة دراسته لشخصية السفاح، وهو انه رجل يبلغ من العمر من 45 ل 50 سنة، يمتلك ذكاء متوسط، متزوج او كان متزوج، سادي يحصل على متعته من تعذيب ضحاياه حتى الموت. وبما ان اغلب الجرائم حصلت بالقرب من اماكن مزدحمة كمحطات القطارات والباصات، فالمرجح ان القاتل له وظيفة يتنقل من خلالها، وبما ان اغلب الجرائم حصلت في ايام عمل عادية، إذن هو له عمل مستقر وثابت. عممت الشرطة أوصاف السفاح على كل المخبرين السريين وبدأوا البحث عنه. وقتها كان أندريه بيتابع كل ما يكتب عنه، فوقف نشاطه الإجرامي في روستوف. على مدى سنتين 86 و87 ارتكب أندريه 3 جرائم فقط خارج روستوف، وبالتالي الشرطة ما ربطتش الجرائم دي بجرائمه. وطول المدة الشرطة توقعت إن السفاح أوقف نشاطه تماماً أو مات، لكن أندريه رجع تاني سنة 89 بعدد قليل من الجرائم، أثبتت للشرطة من نمط القتل إن السفاح ما زال حياً يرتكب الجرائم. سنة 90 ارتكب أندريه جريمة جديدة وقتل بنت عندها 22 سنة، وأثناء خروجه من الغابة اشتبه فيه أحد المخبرين السريين بسبب تلطخ حذائه وملابسه بأوراق الشجر والطين وبقعة داكنة تشبه الدم على خده. استوقفه المخبر وطلب منه تحقيق الشخصية، ولكن ما كانش فيه أي سبب قانوني لاعتقاله، فاضطر المخبر يسيبه يمشي، ولكنه كان حفظ كل بيانات بطاقته من اسم وعنوان. لما تم العثور على الجثة بدأت الشرطة مراجعة تقارير المخبرين السريين، واللي منهم كان تقرير المخبر اللي قابل أندريه. اسم أندريه تشيكاتيلو ما كانش غريب عنهم، وتم مراجعة السجلات وجدوا أنه اعتقل سنة 84 بسبب تحرشه بسيدة، وأنه كان من ضمن قوائم المشتبه بيهم في جرائم سنة 87، بالإضافة إلى عدة شكاوى في أماكن عمله بسبب تحرشه بالأطفال. وضع أندريه تحت المراقبة. أثناء المراقبة شافوا المخبرين أكتر من مرة بيحاول يتكلم مع الأطفال أو الستات في مواقف الباصات ومحطات القطارات، لكن ما كانش حد بيقف معاه كتير، وكانوا بيمشوا على طول. بعد أسبوع مراقبة تم القبض على أندريه، واقتادوه لقسم الشرطة وبدأت التحقيقات، ولكنه كان ثابت جدا في ردوده وما كانش فيه أي دليل ضده. لما ما كانش قدامهم غير إطلاق سراحه، قرروا الاستعانة بالطبيب النفسي اللي درس جرائم السفاح، وبالفعل قام الطبيب النفسي بدراسة ملف أندريه كويس، وقرر انه يتكلم معاه بطريقة مختلفة عن اسلوب المحققين. خلال 2 ساعة كان اعترف أندريه ب 36 جريمة قتل، وفي جلسة تانية اعترف ب 20 جريمة، وارشد عن مكان 3 جثث ما كانتش الشرطة اكتشفته. محاكمة أندريه تشيكاتيلو كانت اهم حدث في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. اثناء المحاكمة خضع أندريه للتقييم العقلي، والنتيجة إنه بكامل قواه العقلية، ولذلك
كانت محاكمته بتتم بفرض حماية شديدة عليه بسبب رغبة أهل الضحايا إنهم ينتقموا منه بنفسهم. في أكتوبر 92 تم الحكم على أندريه في 52 جريمة قتل، وبالتالي حكم عليه ب 52 حكم بالإعدام. ووقت النطق بالحكم صار أندريه وبدأ يشتم ويضرب القضبان برجله. بعدها قدم التماس بالعفو من الرئيس بوريس يلتسين وتم رفض الالتماس. وفي 14 فبراير 94 أصدر الستار على قصة السفاح الروسي أندري تشيكاتيلو، سفاح روستوف، بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص. ما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات وقول لنا تعرف قصة سفاح تاني زي أندريه؟